بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات الكيمياء العضوية. في هذا الفيديو الثاني بإذن الله راح نتعرف على التحليل الكيفي لنوع كيميائي عضوي. يمكن أعزائي الطلبة الكشف عن مكونات المادة العضوية بعملية التحليل الكيفي اللي ذكرناها درك، وهذا من خلال القيام ببعض التجارب اللي راح نقوم بها في هذا الفيديو إن شاء الله. راح نتعرف على طرق يعني الكشف المختلفة عن العناصر الداخلة في تركيب المادة العضوية. نبدأ بالتجربة رقم واحد. في هذا التجربة رقم واحد راح نثبت تجريبيا أن السكر أي السكروز هو مادة عضوية، أو بما يسمى باللغة الفرنسية لو سكروز، سكروز صيغة كيميائية هي سي 12 H22O11. الأدوات المستعملة في هذه التجربة، لاحظ لدينا أنبوب اختبار وماسك خشبي وموقد بنزين ومادة أو كمية من السكر وحمض الكبريت هو H2SO4. إذن نأتي الآن نقوم بالتجربة. نضع قليلا من السكر أي السكروز في أنبوب الاختبار، يعني ندير هذاك السكر نحطه هنا داخل أنبوب الاختبار، ثم نضيف بحذرة بعض القطرات من حمض الكبريت المركز H2SO4، وكنا تعاملنا معه في فيديوهات سابقة في التجارب، ونسخن قليلا مع الرج، يعني نسخن ونحرك الأنبوب هكا بواسطة الماسك. لاحظ اليد تحكم الماسك الخشبي هذا ونحرك. إذن قالوا لنا ماذا تلاحظ، ماذا نلاحظ هنا أعزائي الطلبة؟ بعد مدة من التسخين والرج راح يكون لدينا أو نلاحظ ظهور بقايا سوداء كما تلاحظ في الصورة. إذا كان في اليوتيوب، يعني إذا كان لاحظ الليكرون تاعك هكذا واليوتيوب تخرج الشاشة هكذا، كاين واحد الكارو هنا صغير اكليكي فوقه، يعني الشاشة تكبر كامل، تولي كامل في الشاشة يعني فول سكرين، ولا بتكبر الشاشة حتى تبان لك الصورة والشكل يبان بوضوح. قلنا تظهر بقايا سوداء في أسفل الأنبوب كما نلاحظ في الشكل، وهذه منين؟ هذه من الكربون. كذلك نلاحظ انطلاق بخار يتكاثف، يتكاثف هذا البخار، لاحظوا هذا يتكاثف هكذا على شكل قطرات، يتكاثف على شكل قطرات من الماء على جدران الأنبوب. وهذا يعني هذا التكاثف، يعني هذا القطرات اللي تتكاثف على جدران الأنبوب هي ماذا؟ هي دلالة على وجود الهيدروجين، دلالة على وجود الهيدروجين اللي هو الاش، رمزوا له باش. ومن بعد قالوا لنا ما لون المادة التي تحصلت عليها؟ بالطبع لون المادة التي تحصلنا عليها هو لون أسود كما نلاحظ في أسفل الأنبوب. لماذا حسب رأيك أخذت هذا اللون؟ يعني علاش تلونت باللون الأسود؟ لماذا؟ لأن لون الكربون هو لون أو لون الكربون هو أسود، وأسود أي ظهور اللون الأسود هو دلالة على وجود عنصر الكربون في السكر، دلالة على وجود عنصر الكربون في السكر. إذن ما النوع الكيميائي الذي تحصلت عليه؟ بالطبع هو النوع الكيميائي هو الكربون. ومن بعد قال لك اقترح طريقة للكشف عن طبيعة هذا المنتوج، يعني نقوم
بحرق هذا المنتوج كذلك بوجود الأكسجين، نقوم بحرق هذا المنتوج أي اللي هو السكر أو السكروز بوجود الأكسجين. رايح ينطلق عندنا، رايح ينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون، رايح ينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون CO2 الذي يمكننا يعني من كشف عن هذا غاز ثنائي أكسيد الكربون هو استعمال رائق الكلس، لأن رائق الكلس يتعكر بوجود غاز ثنائي أكسيد الكربون، أي دلالة على يعني هذا دلالة على وجود CO2 الذي يعكر رائق الكلس. ومن بعد قال لك هل السكر مركب عضوي؟ لماذا؟ نعم بالطبع السكر مركب عضوي، السكر مركب عضوي لماذا؟ لأنه يحتوي على عنصر الكربون، وجدنا فيه عنصر الكربون. نواصل مع التجربة الثانية. في هذه التجربة راح نثبت تجريبيا أن النشاء تحتوي على عنصر الكربون. لاحظ الشكل أمامك، أي الأدوات المستعملة في هذه التجربة هو أنبوب اختبار، كأس برائق الكلس، وأنبوب توصيل. لاحظ هنا سدادة، كل بوشون لهنا، وهنا أنبوب توصيل، وكمية من نشاء نضعها في أسفل الأنبوب، وأكسيد النحاس اللي نرمز له ب CuO، حمض الكبريت المركز H2SO4، وموقد الموقد، وهذا الحامل، هذا حامل. إذن في التجربة هذه نضع في أنبوب اختبار كمية من النشاء وقليل من أكسيد النحاس اللي هو CuO، يعني هنا عندنا النشاء وكذلك عندنا كمية من النحاس CuO التي نضعها مع بعض، ونضيف له بحذر كمية من حمض الكبريت المركز H2SO4 صح. ومن بعد قالوا لنا سد فوهة الأنبوب بسدادة، ها هو بسدادة، أي كالبوشون هنا، مزودة بأنبوب توصيل، مزودة بأنبوب توصيل، وحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل المقابل، ثم سخن الأنبوب بلطف. نسخن الأنبوب بلطف، أي ماذا تلاحظ في الأنبوب؟ إذن هنا أعزائي الطلبة نلاحظ تكثف قطرات من الماء على جدران الأنبوب، نلاحظ تكثف قطرات من الماء على جدران الأنبوب، هذه الملاحظة الأولى. قال لك ماذا يحدث في الكأس وماذا تستنتج؟ يعني هنا داخل الكأس واش راح يحدث وما هو استنتاجك؟ هنا نلاحظ تعكر، تعكر ماذا؟ رائق الكلس، تعكر رائق الكلس، رائق الكلس، وهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون CO2. قلنا رائق الكلس غير يتعكر، يعني وجود غاز ثاني أكسيد الكربون. إذن هنا نستنتج أعزائي الطلبة أن النشاء يحتوي على عنصر الكربون، النشاء يحتوي على عنصر كربون، النشاء اللي نسميه بلاميدون بالفرنسي، نسميه لاميدون، لاميدون هكذا لاميدون، والصيغة الكيميائية تاعو هي C6H10O5 هكذا N، هذه هي الصيغة الكيميائية تاعو. وما تقال لك ما هو مصدر عنصر الكربون هنا؟ حلل إجابتك، يعني هنا هذا عنصر الكربون، يعني قلنا
استنتجنا أن النشأ يحتوي على عنصر الكربون، إذن رانا جاوبنا عليه، يعني عنصر الكربون هنا هو النشأ هذا اللي رانا حاطينه في أسفل الأنبوب. قال لك هل النشأ مركب عضوي؟ يعني لاميدون هذا هل هو مركب عضوي؟ لماذا؟ بالطبع مادام يحتوي على عنصر الكربون إذن هو مركب عضوي. نواصل مع التجربة رقم 3. في هذه التجربة راح نقوم بالكشف عن عنصر النيتروجين أن في مركب عضوي، أي الأدوات المستعملة في هذه التجربة هو أنبوب اختبار وموقد وحامل وكمية من البولة، كمية من البولة أو كما نسميها باللغة الفرنسية لوري، والتي تأتي من هذا البولة، تأتي من أكرمكم الله من البول اللي هو لورين، صح. كذلك كمية من الكلس الصودي وقضيب زجاجي أو الحم كما ترون، وحمض كلور الماء وورق البي اش، صح. إذن نضع في أنبوب اختبار كمية من البولة، هنا نضع كمية من البولة، صح، مع كمية من الكلس الصودي، كمية من الكلس الصودي، ونسخن المزيج بشدة. إذن قال لك ماذا يحدث؟ هنا راح يكون لدينا انبعاث، مع الأول يكون انطلاق بخار ومع انبعاث غازات، انطلاق بخار مع انبعاث غازات، صح. قال لك قرب من فوهة الأنبوب ورق بي اش مبللة بالماء، كما تلاحظون ورق بي اش نقربها، ها هما الانبعاث انطلاق البخار وانبعاث غازات، نقرب هذا ورق البي اش لتكون مبللة من الماء. ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ هنا أعزائي الطلبة نلاحظ أن ورق البي اش يأخذ اللون الأزرق، يعني يتلون بلون أزرق. إذن نستنتج هنا، يعني مادام ورق البي اش يتلون باللون الأزرق، إذن هنا عندي مركب أساسي، عندي ماذا؟ عندي مركب أساسي، أو بما نسميه كومبوزي بازيك، لا باز أساس، كومبوزي بازيك الأساس، مركب أساسي، صح. ومن بعد واش قال لك؟ قرب الآن من فوهة الأنبوب قضيبا زجاجيا مبللا بحمض كلور الماء، ها هو القضيب الزجاجي، ها هو رسمين، ها هو يكون مبلل بحمض كلور الماء. إذن قال لك ماذا يحدث وماذا تستنتج ولماذا؟ هنا كي نقرب هذا القضيب الزجاجي المبلل بحمض كلور الماء، واللي نرمزوا له يعني الصيغة هو شاردي، يكون H3 شارد أمونيوم، أمونيوم أكو بلس سي إل موا، لا تشفاولو، حمض كلور الماء. إذا قلنا هنا راح يتشكل، واش راح يتشكل؟ راح يتشكل دخان أبيض لكلور النشادر، تشكل دخان أبيض لكلور النشادر. يعني كي نقرب هذا القاضيب الزجاجي واللي يكون مبلل بحمض كلور الماء، راح يتشكل لنا دخان أبيض لكلور النشادر، لنرمزو لها ب NH4Cl، NH4Cl. ومن بعد واش قال لك؟ وهذا
يعني هذا الدخان الأبيض الكلور النشادر هذا دليل على وجود ماذا؟ على وجود غاز نشادر، دليل على هكا باه نشوفوا، دليل على وجود غاز النشادر اللي نرمز له ب ان اش 3 او بما يسمى بالفرنسي امونياك. نسميه بماذا؟ بالامونياك. وهذا الغاز النشادر او غاز الامونياك او الامونياك هو اعزائي الطلبه مركب اساسي، ستان كومبوزي بازيك، يعني في شكله الغازي يكون عديم اللون، يكون عديم اللون اي ان كولور، ان كولور عديم اللون، وعنده اون اودور بيكونت، يعني لودور تاعو تواسيك في الانف، يعني صار لك كيما الحاجه تاع لاسيد هكا، اودور بيكونت. وهذا الغاز النشادر هو خطير جدا، خطير للمحيط والصحه، اي سيتاني ديشي دونجورو بور لونفيرونمون اي لا سونتي. ما تقلك لماذا نقرب ورق البي اش من فوهة الانبوب؟ نستعمل ورقة البي اش وهذا للكشف عن الغاز المنبعث هنا. وما تقلك لماذا، عفوا، لماذا نقرب ورق البي اش من فوهة الانبوب؟ وهذا للكشف عن المركب الاساسي. اما لماذا نقرب قضيبا من الزجاج المبلل على قربناه؟ هذا للكشف عن الغاز المنبعث. ومن بعد ما هو النوع الكيميائي المتصاعد من الانبوب اثناء التسخين؟ النوع الكيميائي المتصاعد من الانبوب اثناء التسخين هو غاز النشادر اي الـ NH3. كما يمكننا اعزائي الطلبه كذلك الكشف عن غاز النشادر بورقة عباد الشمس، يعني هناك طريقة أخرى هو استعمال ورقة عباد الشمس للكشف عن غاز النشادر. وهذا الورقة بوجود غاز النشادر تتحول من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق. ما هو النوع الكيميائي الناتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع الغاز المتصاعد من الأنبوب أثناء التسخين؟ هذا النوع الكيميائي هو كلور النشادر اي ان اش 4 سي ال. وما طلبوا منا كتابه معادله التفاعل بين الغاز المتصاعد من الانبوب وحمض كلور الماء ثم استنتاج نوع هذا الغاز. صح، غاز استنتجناه باين غاز النشادر. اذا لدينا ان اش 3 زائد حمض كلور الماء اي اش 3 او بلس زائد Cl- هاكو تعطينا NH4 بلس بلس Cl- زائد الماء. هذه هي المعادلة. ومن بعد قالك ما هو مصدر، استنى الدنيا هكا بالك مش تبان، ما هو مصدر عنصر النيتروجين؟ ان علل اجابتك، يعني منين جاء هذا عنصر النيتروجين؟ هذا جاء من البولة التي وضعناها في اسفل الانبوب، البولة يعني المصدر تاعو البولة. ومن بعد قال لك اقترح تجربة تكشف فيها احتواء البولة لعنصر الكربون، يعني تجربة أنا نقول لو نستعمل نفس الطريقة اللي استعملناها في التجربة الثانية، يعني نستعمل نفس الأجهزة حيث نضع في أسفل الأنبوب في عوض درنا النشاء نضع البولة، وهنا نلاحظ كذلك تعكر رائق الكلس في الكأس، وهذا دليل على وجود غاز CO2 كما شفنا نفس التجربة، يعني وهنا نستنتج أن البولة كذلك تحتوي على عنصر السي، عنصر الكربون، يعني أن البولة مركب عضوي، البولة مركب
عضوي. ونأتي الآن أعزائي الطلبة نختم هذا الفيديو بالنتيجة التالية: يتم الكشف عن عنصر الكربون في المركب العضوي بعدة طرق، من بينها التسخين كما رأينا في التجارب السابقة، كذلك انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التسخين يدل على أن المركب العضوي يتكون من عنصر الكربون، كما يستدل على وجود وجود غاز ثاني أكسيد الكربون بتعقيره لرائق الكلس، ظهور بخار الماء كما شفنا على أي ظهور قطرات على طرف الأنبوب، هذا يدل على وجود عنصر الهيدروجين H. كذلك أعزائي الطلبة توجد مركبات عضوية تحتوي بالإضافة إلى العنصر الكربون وعنصر الهيدروجين اللي شفناها على عناصر أخرى مثل الأكسجين، النيتروجين، الكلور إلى آخره، البور إلى آخره، اليود. قلنا كذلك أنه يتم الكشف عن عنصر الكربون في المركب العضوي بعدة طرق من بينها التسخين. هناك كذلك طريقة أخرى وهي طريقة الأكسدة، أي أكسدته بالأكسجين أو يعني أي مؤكسد أكسجيني آخر، يعني هنا راح يعطي عنصر الهيدروجين اللي هو الماء، أما العنصر الفحم كما شفنا يبقى هو فحما أسود، أو راح يتأكسد بالأكسجين معطيا ثنائي أكسيد الكربون. وكما شفنا كذلك في التجربة الثالثة أنه يكشف عن عنصر النيتروجين أو الأزوت في مركب عضوي، وهذا بتحويله إلى غاز النشادر NH3 الذي يعني كما قلت يعرف برائحته أودور بيكونت أو بواسطة حمض الكلور. إلى أن ألتقي بكم أعزائي الطلبة في الفيديو المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.